نقلا عن مصادر في أوساط الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وكالة انترفاكس تؤكد أن عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي عبرت قبل ساعات الحدود الأوكرانية وصلت إلى أقليم لوهانسك الانفصالي، حيث تدور معارك بين المتمردين والقوات الحكومية منذ أسابيع. وكانت هذه الشاحنات قد دخلت الأراضي الأوكرانية دون اكتمال عمليات تفتيشها من طرف حراس الحدود والجمارك الأوكرانيين ودون ترخيص من كييف، وفي غياب موظفي وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بسبب الضمانات الأمنية غير الكافية برأي هذه الهيئة الإنسانية. موسكو كانت حذرت الحكومة الأوكرانية من اعتراض الشاحنات إثر إعطائها الأوامر بعبور الحدود.